اول توصيف للي تناول الكتاب بشماله مساله اللي ايه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم. ايوه. انا بقى سؤالي كان بيساله الاستاذ محسن، ان هو القران استخدم الايمان مش الاسلام مش أيوة. العقيده. ايوه. هل الموضوع معناه انه الذي لم يؤمن انه لم يطبق ما قال انه اسلم به وامن به؟ يعني في ناس ممكن تبقى تقول انها مسلمه لكن لما تيجي تشوف تصرفاتها لا تموت الاسلام بصله، وكان الايمان درجه لم يصل اليها هذا المسلم بتطبيقاته، هل ده معنى الموضوع؟ هو ده. بص هقول لك على حاجه. القضيه دي من اخطر القضايا في التلقي. ليه؟ لان محسن سال سؤال جميل، قال لك كده نطمن. كده نطمن دي عامله مشكله عندنا في حديث كان الرسول عليه الصلاه والسلام معاه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فقال رسول الله: يا معاذ، لبيك يا رسول الله. يلاقي الرسول يسكت. يا معاذ، لبيك يا رسول الله. كذا ثلاث مرات. فثالث مره قال له: اقول لك حاجه تلخص حق الله على العباد وحق العباد على الله. قال له: اه. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ويؤمنوا به لا يشركوا به احدا. ده حق. خلاص؟ قال له: طيب، واذا عملوه حقهم عليه سبحانه وتعالى الا يعذبهم. فقال له حاجه انا عايز نحطها في اعتبارنا كويس قوي، لان راوي الحديث حلها. قال له: ابشر الناس. قال: اذا يتكلوا. اللي هي قالها محسن نطمن. يعني محسن افادنا كلنا. نطمن؟ لا، الرسول قال له: اذا يتكلوا، ما تقولهمش. يقول راوي الحديث: فبلغنا معاذ، او ابلغ بها معاذ تاثما. لما جه معاذ يموت خاف، اقول الحديث ولا ما اقولوش؟ من باب ان هو كان هيكتم العلم. برافو عليك. هي دي النقطه اللي خلته يقوله، لكن الرسول قال له: اذا يتكلوا. فالقضيه من الحديث تبين لنا ايه؟ ان احنا الايمان فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ ما هو الايمان؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه، ها؟ كتابه بيمينه، ها؟ فيقول ها أم اقرأوا كتابي. واما من اوتي كتابه بشماله، اللي احنا قلنا في مواجهه بقى ايه؟ اليمين ما تقولش يسرى بقى، لانها ما بتساعدش، دي شؤم بقى، دي شمال شؤم بقى، ها؟ يقول: يا ليتني لم اوت كتابي. كمل: ولم ادري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينادي: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ فين الناس دي اللي قالوا إحنا فين راحوا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو محسن هو بيقول دخل صورتين في بعض. معلش. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما الإيمان؟ إيه هو الإيمان؟ عند أهل اليمين إن أنا أقول أهو أنا مسلم، ما بصليش، ما بصومش، ما بزكيش، بنكر الزكاة، بتريق على الحج، بتريق على اللي بيصومه، أبقى أنا مؤمن؟ قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، وهذا فضل من الله، شوف الباب ما بيتقفلش، ها؟ ولما غير لم، لم تنفي مع دوام النفي، ولما تنفي مع توقع حدوث الأمر المنفي، ولما يدخل الإيمان في، يعني في فرصة إنه الإيمان يدخل فيه، إنه يدخل الإيمان. شوف العظمة، شوف 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 كلام البديع سبحانه وتعالى. ولما يدخل الإيمان في قلوب، يبقى إذن ممكن. فإذا القضية في الإيمان الإيه؟ العمل والتطبيق، مش الكلام. هقولها تاني: قالت الأعراب، قالت مش عملت. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، بس هنثبت لكم حاجة، ولكن قولوا أسلمنا. وأنا بسألنا، بسألنا كلنا، إحنا أسلمنا ولا جئنا مسلمين؟ دي قضية تانية، عايزة ركعتين شكر لله. دي نسجد لله ركعتين شكر أن جئنا من أبوين، ما خدناش عناء البحث ولا عناء الاسلام ولا النصرانيه ولا اليهوديه، ما خدناش ده. حضرتك كنت قلت يعني ملحوظه مهمه جدا، كل اب وام مكلف انه يعملها مع أو ابنه او بنته لحظه البلوغ. لا، ساعه البلوغ. اجلس، اجلس، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله،
أنت من الآن مسلم مكلف، أنا مش هقدر أعمل لك حاجة. ها؟ ما قالش الرسول لفاطمة اعملي فما أغني عنك من الله، يا بني عبد المطلب اعملوا، يا بني هاشم ما يقدرش. يعني شوف الرسول يقول لهم جملة: لن تأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، لأن آل البيت كان من دابهم إيه؟ العمل. ولذلك إحنا يقول لك أنا بحب فلان، أنا بحب من آل البيت، يا أخي قلده. الحب لوحده مش هيدخلك. حبك لرسول الله، فاكر لما الصحابة راحت للرسول نحن نحب الله، في أحلى من كده؟ لا. إثباته بنحلف على المولى عز وجل، نزل الآية إيه؟ قل إن يا محمد إن كنتم تحبون الله، دي قضية، لكن القضية الأهم فاتبعوني محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. ولذلك إحنا بنقول برضو للادي ركعتين شكر إن إحنا جينا إيه؟ مسلمين. دي نعمة. بس الركعتين انا عايزه عشان افتكر ان طالما انا جيت مسلم ده ربنا شال عني عناء كبير قوي. اجتهد بقى وافتكر ايه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. فانا بقول لمحسن ولكل المشاهدين الخوف ان احنا نيجي يوم القيامه لا مش مؤمنين، انتم ايه؟ مسلمين بس. والاسلام بس مش هينفع. عشان كده احنا كنا اتكلمنا عن الفرق في السياقتين ما بين رواية البخاري ورواية مسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بينما في مسلم من مات وهو يعلم أنه تمام. لا إله إلا الله دخل الجنة. أدي الفرق. أحسنت وأحسن الله إليك. عارف ليه؟ شوف الرواية دي، من مات وهو يعلم، لما تسمعها يا أستاذ علي يقول لك مثلا هنشاور على واحد كده يقول هذا مات وهو يعلم، أن يبقى عمل ولا ما عملش؟ اشتغل واجتهد، مات وهو يعلم. ولذلك أنا بأكد للأستاذ محسن تاني، لما اتكلمنا أنا والأستاذ علاء في الحلقات دي قلنا إن في حلقة إن شاء الله هتبقى خاتمة هنعنونها بآية، أنا مش هقولها دلوقتي عشان تبقى على رأس الموضوع. هذه الآية والله الذي لا إله غيره، ساعة كنت أصحح تفسير الشيخ عبد الجليل رحمة الله عليه، لما قريتها أستاذ علاء ما نمتش، والله الذي لا إله غيره، لأنها في منتهى الخطورة. آية في كتاب الله، آية من 6236 آية، بس تحتاج منا إنك تدور في نفسك أنا مسلم ولا مؤمن، أنا مؤمن ولا متقي، أنا متقي ولا محسن. خد بالك دي درجات لازم نوصل لها، وآية الأعراب دي في منتهى الخطورة، بمكان إن إحنا نسيب نفسنا كده للي إحنا فيه. لازم كل وديك شوف أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون. السابقون دول مقربون، أصحاب الميمنة ليه ما يروحوا لهمش؟ فاهم السؤال؟ ليه ما يجتهدوش عشان يترقوا في هذه الدرجة؟ حتى جوه درجة الميمنة. يعني عارف الميمنة دي برضو درجات. درجات بالظبط كده، ولذلك أنا بقول لك القناعة كويسة جدا إلا في هذا الموضوع، مش عايزين قناعة، عايزين إيه؟ طمع في الدرجات، عايزين عمل، عايزين سعي، وده عايز مجهود، وعايز شغل، ونسأل الله التوفيق.